شيخ، عندي سؤالين لكن مخارج المحاضرة التي تطرقتم إليها. السؤال الأول هو فيما يخص، وقد سبق ذكره من الأخ الأولاني هذا، سؤالي هو فيما يخص الشيخ المغراوي. هنا في بريطانيا بعض الشباب السلفيين لم يستسيغوا طعنك وتحذيرك من الشيخ المغراوي مؤخرا، وقالوا أنه فتنة، فبما تنصحهم؟ والسؤال الثاني، رأيك فيما يخص الشيخ إبراهيم شقرة، وبارك الله فيكم. أقول لا تكثر الأسئلة من هذا النوع، الله يجزيكم خير وبارك فيكم. لا تكثر من الأسئلة. أنا نصيحتي لكم أن تدرسوا، إذا تكلم في شخص أن تدرسوا عنه وتأخذوا أقوال الناقدين وتفهمونها وتتأكدون من ثبوتها، فإذا تبين لكم ذلك فليحكم الإنسان من منطلق الوعي والقناعة، لا تقليدا لهذا أو ذاك ولا تعصبا لهذا أو ذاك. ودعوا الأشخاص فلان وفلان، هذه خذوها قاعدة وانقلوها لهؤلاء المخالفين ليفهموا الحقيقة فقط ويعرفوا الحق ويخرج أنفسهم من زمرة المتعصبين الباطل. وأنا لا أرضى لأحد أن يتعصب لي أبدا، إذا أخطأت فليقل لي من وقفني على خطأ أخطأت، بارك الله فيكم، ولا يتعصب لأحد، والله لا هذا ولا ذاك، لا يتعصب لخطأ ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا لأحمد بن حنبل ولا للشافعي ولا أحد، إنما حماسه للحق واحترامه للحق، ويجب أن يكره الخطأ ويكره الباطل.